السلام عليكم مشاهدين، كديري لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة أم مهدي تعليم الرندة، الدرس الثاني. بسم الله البنات، معكم نبدأ معكم. عندنا التوب يكون منبل بحال هكا، يكون منبل، يكون عندنا جوج طريفات، كنجيبو مخدة، إبرة، إبرة نمرة خمسة، الصبرة، مبرومة على ثلاثة الشعرات. بسم الله نبداو نثبتو التوب على المخدة. ثبتو التوب هكا بفنيت، شدو بحال هكا مزيان، التوب يكون مزير على المخدة مزيان. نجيبو الإبرة، بسم الله كنديرو غرزة التوب، كنشدو التوب بحال هكا وكنجو هنا في الوسط وكنديرو غرزة في الوسط، نشدو الخيط بحال هكا، نديرو الإبرة من الوسط ديال الخيط، نعاودو تاني نجو نشدو في الوسط ونديرو غرزة أخرى في الوسط. هاد الملاقية كتسمى ديال غرزة، نديروها في الجلابة ولا في القفطان. عاوتاني كنشدو هكا، كنجيو هنا تاني ونشدو في، كنشدو غرزة في الوسط ديال الراندة، وكنجيو هنا للتوب تاني ونديرو غرزة أخرى، كنشدو الخيط بهاد الصباع هكا وكنضربو هنا الوسط، كنخرجوا الإبرة من وسط الخيط، نتمنى تكون واضحة لكم الغرزة البنات. كنحصلو على هاد الملاقية، هادي كيبان لكم فيها بحال التسلسل، ضربو ضربة في الوسط، ضربة في التوب، في الوسط، في التوب، ديما الخيط يكون على هاد، تكون شاده بيه هاد الصباع هادا، وكتضربي هكا وكتخرجي إبرة من وسط الخيط، ضربة في التوب، ضربة في الوسط، ضربة في التوب، نتمنى الشرح يكون واضح لكم البنات. ديما الإبرة تكون من فوق من التحت ديال الخيط وتخرج من الوسط ديال بحال هكا، غرزة في الوسط، غرزة في التوب،
غرزة في الوسط، غرزة في الدوب، ديما كنشدو هاد الصبع يدخل هنا فين نشدو بيه الدوب بحال هكا باش تجينا الخدمة من قادة. نتمنى البنات الشرح يكون واضح لكم، يكون وصل لكم الشرح مزيان. نكون ما كانش نزربش ليكم بحال هكا، تجيكم خدمة بحال هكا. هاد الملاقية البنات كنديروها في الجلابة، في الملاقية ديال الجلابة، في الملاقية القفطان، كنديروها في الكمايم، في الكتاف. ان شاء الله ندير معكم حتى الملاقية ديال الكمايم، كيفاش تركبوا الكمايم ان شاء الله بحول الله. كما كنديروا غرزة في الوسط وغرزة في التوب، هاديك غرزة في الوسط غرزة في التوب غرزة في الوسط غرزة في التوب. ملي كيتسال لينا الخيط البنات كنجيو هنا وكندفنوه وسط الثوب بحال هكا، كنشدو بحال هكا ندخلو بالابره هكا بحال هكا ميبقاش يبان، ونجيبو خيط اخر نركبو في الابره وكنضربو فيه البلاصه اللي دفنا فيها الخيط. سمحوا لي البنات على الصداع كاين في الزنقه، ما تسمعش لكم الصوت مزيان. صافي كنخدم تاني عادي، كنمشيو مع الخدمه ديالنا. ديما الخيط نكونو مزيرينو بهاد الصبع مزيان باش ما يتلفش لينا الخدمة ديالنا. كنجيبو الإبرة من التحت وكنشدو هدا عاود نديرو ليه هكا، وكنجيبو من هنا نخرجو الإبرة من التحت ديال الخيط من الوسط ومن الوسط ديال الخيط من هكا. من الفوق وتخرج من الوسط ديال الخيط، كنتمنى تكون واضحه لكم البنات، وما تنسونيش من ابوني ولي لايك وشكرا لكم.